ضريح سيدي عقبة ببسكرة، شجرة القديس أوغسطين بسوق عراس، زاوية عين ماضي بالأغواط وغيرها بالجزائر، هي فضاءات أثرية ذات الأبعاد الوطنية الإسلام والعربية والأمازيغية، لكنها تبقى بعيدة عن أعين السائح الوطني أو الأجنبي. وبهدف تنمية هذه المواقع والمعالم الدينية والروحية، جاءت اتفاقية الإطار المبرمة بين وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. المسيحية قبل رسالة الإسلام، محجة يأتيها المسيحيون من أصقاع العالم، لكنهم لا يأتون إليها عبر الجزائر، ولكن يأتون إليها عبر دولة صديقة. سوف تحاول الاتفاقية أن تبرز هذا المكان وأن تعطي له قيمته، حتى تفخر الجزائر بأنها قبل طروء الإسلام كانت كذلك قبلة للتدين وقبلة للروح. كما تمكن هذه الاتفاقية الإطار الاستفادة من صندوق الأوقاف لوزارة الشؤون الدينية لدعم منتوج الصناعة التقليدية. ضرورة بناء اقتصاد وطني متنوع منتج تنافسي خارج المحروقات. اليوم وقعنا لتجسيد بعد اقتصادي فعلي، بعد تنموي سيكون من خلال قطاعين في إطار هذا التعاون والتكامل وفي إطار تجسيد هذا البرنامج. ويبقى أن نشير إلى أن سيئة انخفاض أسعار المحروقات كانت حسنة لقطاعي الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة السياحة لبعث هذه الآثار الروحية من رماد.